النضال والصمود. الاتحاد والشعبية وفاء منا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التزاماتنا تجاه الطبقة الشغيلة سواء في الإدارة العمومية أو شبه العمومية أو المصنع أو الضيعة أو في كل المؤسسات الإنتاجية وإخلاصا منا فيما تعهدنا به مع مختلف الطبقات الشعبية المغربية خدمة للمواطن وحرصا على كرامة المواطنين نخلد ذكرى عيد الشغل لهذه السنة تحت شعار تحقيق مطالب الشغيلة المغربية رهين بوحدة نقابية فاعلة. إننا نحتفل بعيدنا الأممي في ظل معطيات دولية وقارية وجهوية ووطنية خاصة باعتبار أننا في ظل أول حكومة بعد دستور 2011 والذي منحها صلاحيات واسعة حكومة في الأيام الأخيرة من ولايتها والتي طوقت أصوات الناخبين والناخبات من الطبقة الشغيلة والذين طال انتظارهم وهم يترقبون إنصافا لهم بدءا من تثبيت شروط العمل اللائق والإطمئنان على المنصب والأجر الكافي لمسايرة متطلبات الحياة ولتنعم في ظل الحريات النقابية غير مصادرة بالطرد والتشريد والتسريح للجميع. الأخ رئيس جماعة أقلموس، الإخوة المناضلون الذين حضروا لتأتيت هذا العرس النضالي من جبل عوام وملحقاته، أخواتي العاملات إخواني العاملين، قد يتساءل متسائل علاش جينا نحتفلوا في مريرت اليوم. سبقني الإخوة وقالوا بأنه راه الاتحاد العام للشغالين في المغرب والكتابة الإقليمية عاشت مع العمال المحن والمآسي ديالهم وعرفات المظلومية ديالهم وحجم الظلم الذي يلحق بهم وجاءت إلى هنا لكي تناصرهم وجاءت باش تدافع عليهم وجاءت باش تنشر ذاك الغزيل وذاك المسخ ديال جبل عوام يخرج لبرا وشوفوا المواطنين واش كيعطيونا على قدر داكشي اللي كنعطيو واش يكرمونا كيف ما تنكرموا هذا الوطن واش يقفوا معنا واش يعترفوا بالجهود ديالنا والتي يعتبرونا حشرات آلات لا تصلح إلا للإنتاج ولا حق لها في الكرامة ولا حق لها في التقدير. لهذا جينا اليوم مع الأسف الشديد باش نشوفوا اشنو قدمنا ولكن باش نشوفوا اشنو عطانا هذا الوطن وشنو عطاونا هاد المسؤولين في هذا الوطن واش عطاونا المسؤولين على الشركات وعلى المال وعلى المؤسسات الانتاجيه بصفه عامه. الطبقه العامله في هذا الوطن والطبقه العامله في هذا الاقليم مع الاسف الشديد ما زال كتاكل المرار وكتاكل الحر وكتاكل الحنضل وكتتعرض للتضييق الإهانة الإدلال تجويع طرد تشريد فين أمام أداء أعواد الجادريين أمام أعين ومرأة قانون الشغل ومدونة الشغل لتاهي ولات عيانة الله يعفو عليها والله يعفو على هاد الناس ينوضوا يطوروها بالشكل اللي غادي يضمن الحماية ديال حقوق العمال والكرامة ديالهم. مع الأسف كيتشاف العمال على بالمنطق ديال الاستغلال.